قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في سلسلة سيتي سكاي لاين. طبعا مشينا في حريقة في الليل ولا غيره، بنشتغل على الفجر شوي مش في الليل زين، وخلنا شوي نتعكم يعني هذا الجزء نايت سبيد بوست. خلنا نوقف هذا الليل، شوفوا هذا الليل عندي شمس، هذا الليل هذه المدينة في الليل. أدري طولت شوي دين طلعت المدينة في الليل، ولكن يا الله يا كريم رأيك يلا شيء مطافي. الجامعة عاد من كل مكان، الجامعة احترقت، ترى الجامعة تطلع لنا فايدة ضخمة مستوية على فكرة من كثرة الطلاب اللي موجود. نحن الحين عندنا هدف هني نسوي ديستركت. هالمكان في الليل، المطار شكله حلو في الليل، يا الله شوفوا محلاه، شوفوا طار في الليل. هني الحين بيستوي تزيين يا جماعة، بيستوي تزيين. بس خلنا نشوف منو بيلف يمين نتبعه. وين بتصير يا حبيبي؟ وين بتصير؟ في ضباب بعده. الله هيا دعمهم دعمهم. اوبل، هاي شعر اوبل ولا تيالي؟ متأكد نزلت شوي سيارات يعني واشياء. في ناس تقول ليش اشياء سيارات مختلفة. ايوه لف المطار، لف المطار كفو. يا سلام في الباركن مرة، الباركن كل ما حد يستعمل الباركن يستعملونه. انزين الحين خلنا نرد النهار على اساس ان نعرف نبني. بسوي مش نهار نهار، خلونا نلعب على وقت حلو. المغرب غرب المغرب بالطريقه هاي، غرب يكون شكل المكان. اليوم تو الناس تبدا تشغل ليتات، صبر تو الناس تشغل، بس في شمس تكون شوي خفيفة. بس بعد قبل هذا الفجر، الفجر يبين المكان شوي. بعدها الليتات شغالة، شوفوا كم استهلاك الكهرباء يفرق في الليل. ما أظن يفرق شيء، عندنا الفيوجن باور بلانت. زين الحين بنبدأ في مشروع التزيين. احنا قلنا هالمدينة يا أصدقائي سياحية، زين ومن باب السياحة لازم نسوي حدائق، وهذا المطار مكانه صراحة شوي فاضي، فيباله هني حديقة طيبة حلوة، حديقة مدينة. الشيء اللي ما سويناه بنسويه في هذا المكان ملاهي بيوت. لا تنسوا ان احنا الحين هذه فعليا اللي بتكون مدينة تركيزها سياحي. مشكلة المدخول يستوي تعبان مع المدينة السياحية شوي صراحة. انزل هني بنسوي حديقة ستاندرد، بنحاول ان ما نطول فيها صراحة. بنحط لنا بوابة رئيسية خلفويها المطار، الناس اللي طالعة من باب هني، وبعدين ناخذ سايد جيت. مشكلتك اكيوبايد ولا لا؟ الحين لازم تستوي. وبنسوي بالطريقة هاي اماكن لعبور الناس خلال الحديقة. مشكلهم 100% نفس الشيء، بس بنحاول نسوي لهم اماكن شوي منطقية بحيث الشوارع بحيث هاي الامور. انزين نقدر نحط مدخل هني ومدخل هني ومدخل هني ومدخل في الوسط هني، بيكون زين. وبنمشي على النظام العادي. والله حلو شكل المدينة من اللي تات شغالة جميل المكان. ادري كان في طلب من فترة وانا اسف جدا يعني. ونوصل شوارع ستاندرد. انا متأكد حطيت بوابة رئيسية هني، وين راحت؟ لا حطيت بوابة رئيسية هناك. اوكي تفضل يا جماعة الخير. نوصل، شفت الخط مال الفاين شو اسمه رودز ياس يبين، فاعرف وين قاعد احطين. زين بنحطيه بالطريقة هذه، وهذا بنوصله بالطريقة هاي. بنحطيه هني، ما حطينا بوابة، خلنا نحطي بوابة. هني صعب البوابة، بنحط بوابة بالعكس أساس الناس بالعكس بعد تتوجه بالطريقة هذه. تشوفون الخط يعني أنا أحاول أوازن شيء بالطريقة هاي. أباها قدر الإمكان نظامية يعني، بس مش بالسهولة لأن الشوارع عندي مش سيدة. أنا ماشي على تشكيلة، تشكيلة شارع مثل ما تقولون معينة، ويا لسه أحاول أني أضبط الأمور منها. انزل
من هذه الحديقة هني بالذات لازم يكون في عندنا سياج صراحة، بس هالسياج قاعد يركب في أماكن المفروض ما يركب فيها، بالعيد فينا. انزين خلنا نبند الأناركي أحسن ونسوي حوطة الحديقة. بحاول أخلصها بسرعة أنا هاي. انزين طريقة هاي، طريقة هاي، ما عليه. هذا كله شو عقب راح يستوي عنه، انا راح ارتبه كله. ما عليكم بالطريقة هاي، بالطريقة هاي، وهذا حب اذا يستوي بيرفكت بعدين يتوصل. لو انا اركي شوي هني. انزين برجع البيبان نفس سيستم كل الحدائق تقريبا، رجع البيبان لورا. ليش؟ اساس ان الباب ما يمكن ما يحسب لنا شو فلوس. طبعا هم الحين التنقل مالهم بيتنقلوا من اماكن وايد بحكم ان عندنا ترين هني، عندنا وايد اشياء. بس والمباني اللي حاطينها تطلب منا قيمه اراضي عاليه، ومحتاجين نرفع القيمه الارضيه او السوقيه للمكان هذا. فبالطريقه هاي نقدر نرفع القيمه السوقيه ونحط حدائق. طبعا في اخر مره باخر فتره قمنا نسوي كل الشبك. يمكن الناس الحين تسال خليل ليش الحين ما اسوي، عفوا شجر، ليش الحين ما اسوي شجر؟ لان هني شوي المكان رسمي اكثر، زين، مطار وهذا، فما حبيت اسوي الحواجز شجريه صراحه. حواجز شجريه زينه بس استعملناها بما فيه الكفايه. خلينا نرجع على السيستم العادي الا وهو سيستم صديقنا اللي هو هذا. خلينا نسوي الطريقه هاي، وبعدين نقدر اني موف التول نسوي. يلا يلا الطريقة هاي، كليك كليك نزله لداخل، وبالطريقة هذه ونعدل الفراغات البسيطة هاي، لأن الشبكة الحين أنا بقى دور ما داير الحديقة. ومهم حق الثيم الحالي مهم، أوكي، فما بتجاوز أهميته حاليا لأن ما بقى أكون متجاوز الأهمية العالية لهالشيء هذا. إنزين بالتالي هذه طبعا هاي واحدة من الشغلات اللي في ناس تمل انها تسويها، لان شوفوا تفصيل حديقة 100% يستغرق مجهود ووقت عالي جدا. بس اذا انت فايق من الافضل انك تحطي اخ يا مسلم، عفوا بحافظ على الشارع، بس الشارع هذا بيسوي لي مشاكل. فشو بتسوي؟ ابا ويهني وأجيب الشبك، أسكر الأنتيكولوجن الطريقة هاي. ليش أنتيكولوجن؟ آه شغال، صبر سكرة بالطريقة هاي، عفوا أجيبه بالطريقة هاي. نايس أنتيكولوجن هاي، خلكم ما تكسرون الأشياء يعني، عرفتوا بكل بساطة. انزين هذا لازم أرتب المكان سفري عشان أنتيكولوجن أرد أشغله. انت ارجع مكانك، انت يا صديقي بتكون سيدة، بس انت لازم ارجعك مكانك بعد طريقة هذه عشان تلزق في الشارع. بس شو بس يبين في حاجز بين الحديقة وبين شو بين الشارع بشكل جميل. المبنى هذا ما يحتاج حاجز لهالسبب، من ورا المبنى راح نمد حاجز على اساس ان حاجز الحديقة عشان نكمل الثيم مالنا بالطريقة هذه. وطبعا بالطريقة هاي نحن سوينا اساسات حديقة مثل ما تقولون جميلة جدا. باقي لنا مكان واحد، عفوا خلونا نسوي بالطريقة هاي مرة ثانية. موفت تول، اتمنى ان اكون غطيت كل الاماكن. تستوي اماكن مرات واحد ينسى، وهذا انتم ما شاء الله في الكومنتات تكتبون يعني ونتم نعدل. نحن انزين الحديقة هذه شوي قلنا لكم فيها رسميات اكثر. فالحديقه ما بيكون فيها العاب، بيكون فيها مجموعه اماكن حق الشطرنج، لان اي حق الناس اللي بتسافر بتسوي هذا. ما بيكون فيها اشياء ضخمه وكبيره صراحه، ما احس الحاجه لها. اربعه ما شطرنج يكفي، ونسوي لها شوي خدمات وين يركب. يعني عندنا هذا مثلا هني ما بيركب، ما بحطي برايه، بنحطي خدمات
هني بنحط الخدمة الأخيرة اللي ما حطيناها مثلا الزاوية هذه، الباقي كله يلسات، وأتصور أني بحط اليلسات الحمر فقط، ما راح أسوي نفس كل مرة نوعين يلسات لا، وبخلي بينهم فراغات طيبة. نحن نحتاج الحديقة تلفل، إذا وايد إنه محتاج أنها تلفل بزيد شوي أشياء ألعاب، بس حاليا أظني مش محتاج أزيد هذا كله. إنزين، ما عدا ذلك في الشكل العام للحديقة بالطريقة هاي، نحن معظم اللي نباه خلصناه من الحديقة هاي الشكل العام. الحين حتى لو أخليها تي أنا صراحة راضي عنها، هي بتوصل ما شاء الله 600 وشيء، مو مشكلة بتلفل. هذا بعد نزيد المبلغ ومصدر دخل إضافي استوينا. إنزين، الحين تقسيم الملاهي. الملاهي بتكون على هذه المنطقة تقريبا. شوفوا، هلا نقسم أخبركم الملاهي. الملاهي إن شاء الله راح تكون، عفوا هذا وايد كبير، الملاهي راح تكون إن شاء الله في هذا المكان. هذا راح يكون ملاهي، نحن ما عندنا أي مدينة ملاهي، بنسويها نفس ديزني، هدف للناس. حلو، بني بشارع، الشارع هذا من هني لين هني مفروض انه يسكر على مدينة الملاهي. خلينا نشوف الزوننج، تقريبا نقدر نسوي بالطريقة هاي. انا اتصور هذا اكثر من كفاية حق ملاهي فعليا، شخصيا اتصورها اكثر من ملاهي كفاية. انزين، الشيء الثاني نبغى منطقة سكنية. المنطقة السكنية هاي ما ينفع هني تكون غير مزينة. انزين، فبني بمنطقة سكنية. المنطقة السكنية بتكون من هني لين هني، وخلنا خذنا شارع منطقة سكنية هني تقريبا، وبني بمنطقة التجارية تقريبا من هني إلين يا أصدقائي. خلنا ناخذ امتيال ولا ميلان، عفوا مش امتيال، بالطريقة هذا راح تكون منطقة تجارية. انزين، شو الفرق الحين؟ هني بسوي النقل العام والمواصلات. اشوف انه مش 4 شوارع فكره، ونعرف بس اقدر اسوي له ابجريد اي وقت. هني تكون مواصلات، يعني نحن بنضيف شوي اشياء جديده على موضوع الاشياء هاي المواصلات. انزين، اول شيء نبغى محطه جميله جدا، مثلا ترين ستيشن، عفوا بلاتفورم، نقدر نحطيه بشكل جميل، نقدر نوصل السكان الى داخل المدينه. أبقى قلب المنطقة شوي مزحومة بالمواصلات، لأني راح أسوي فيها يعني مكان وسطي للباصات. صبر، الباصات راح يجون يا أصدقائي بالطريقة هذه، شوفوا، وراح يوقفون هني. حلو، هذا مكان فقط الباصات، وبنسوي اساس الناس توصل للباصات. شوفوا من الحين انا اخبركم، اساس الناس توصل للباصات، خلينا نوصل الماي حقهم من الحين، كهرباء بتوصل. ابى اراويكم مخطط المواصلات، لان المدينه بتاخذ منا وقت، بنحاول ان نزينها بطريقه شويه اجمل من غيرها. اوكي، انزين، يلا بسم الله بسم الله، يلا الله يستخاي. انزين، غير المواصلات هاي لازم تحتوي على شوارع حمراء، بما انها رايحة للباصات. كان عندنا شوارع حمراء اذا ما كنت غلطان. خلينا نسير رتاب، اللعبة قامت تستوي بطيئة من ثقلها على فكرة. ايوه، هذه بتوصل الناس من القطار الى الباصات. حلو، هاي نقطة الوصل لشو الاولى. هذا الشارع بالطريقة هاي موصول، الناس يجون من ممر المشاة لهناك او ممر المشاة هني، يمشون. ما عندكم مشاكل، هاي مش منطقة ضرب فلوس. انزين، القريه اللي بجنبها ولا المدينه اللي بجنبها بناخذ لها شوارع. الشوارع الداخليه كلها راح تكون شجر او حشيش، عفوا اللي هو هذا قراص. شو سايد، ما بيكون وايد مغاير عن الوضع الطبيعي. ليش؟ لانه بيكون مربعات، ولكن شوفوا كلمه ولكن، الطريقه اللي عايشين فيها مختلفه، يعني طريقة الخدمات، طريقة الأمور مختلفة تماما عن وايد أشياء. طبعا هم في الوسط، في التقاطعات ما عندهم فيها مشاكل. في ناس يسوي خليل مربعات مربعات مربعات. يا جماعة، تصميم عملي، غير أن عملي أقدر أحطي في مجموعة سكانية طيبة. طبعا
ما بحطي فيه عماير، لان انا جنب ملاهي، جنب العماير راح تكون بعيدة عن الملاهي، ما راح احطي اي عماير جنب الملاهي الا اللي جنبهم هناك، لان المنطقة هاي تعتبر سياحية. تذكرون لو سوينا الزوننج هني، الزون هذا حطي ما حددناه، خلينا نحدد هاي المنطقة بكبرها توريزم سبيشاليزيشن. اوكي عفوا انا نسيت الموضوع هذا، زين اني شفته. انزين الحين هذه شوارع الحشيش، انزين شوارع الحشيش هذا بيوقف هني، هذا بيوقف هني، عندهم وايد تقاطعات ما يحتاجون اكثر. هني منطقة شوي فاضية، ليش؟ اول شيء بيحتاجون مدرسة. شوفوا المنطقة كثافتها مش نفس ما تخيلون، بس فيها شوي اشياء. انزين اول شيء نقدر نحط مدرسة بالطريقة هاي، ونقدر نحط مدرسة ثانوية مخالفة الاتجاه بالطريقة هاي. اوكي بنسوي بينهم وصلات، المكان ترى هذا لازم يكون جميل شوي. انزين المدينة داخليا بيكون كله الممشى الاحمر، والهذا عسب يعاكس لون الشوارع ويعطينا منظر شوي جميل. انزين خلينا نسوي ممشى هني، شوفوا على منو؟ على المدرسة. نقدر من الحين نحط الكهرباء على فكرة من خلال الشارع إذا نبغى بالطريقة هذه. ونجيب لنا كهرباء من هني إذا نبغى، ونحط وصلات كهرباء لأن الشارع مبناي وخلاص وما عندنا مشكلة، بس على أساس يتوصل. أوكي أساس المباني هاي تبدأ شوي شوي تشتغل. الحين محطة القطار راح يكون شوي وضعه غير، لأن مكانه صعب ولازم نسوي حواجز هني، فهمتوا علي؟ وفي باركنات فما بنضم لها باركنات، بس حاليا اللي اوت مال المدينه لازم يكون شوي اجمل من المعتاد. على راسهم هني راح يكون عندنا المشروع السياحي، فعلى راسهم هني شو راح يكون؟ الحين شوفوا خدمه، انا اتكلم الشرطه، الشرطه ترى خدمتها واصله كل مكان. شوفوا مطافي، مطافي يمكن يحتاجون مطافي اكبر مش واصله. الخدمات الطبية تحتاج أمور طبية، واحدة من الشغلات اللي بنسويها خدمات طبية، يمكن هني خدمات طبية والملاهي، وفي يمكن يكون عندنا قسم فوق حق الملاعب وغيره وهاي الأمور. المقبرة نعزلها على أساس أنها تكون المدينة كامل سياحية، طبعا هاي بتكون تابعة للمدينة الجامعية، ما نحسب أن نستقطب ناس أكثر، بنحط كم كلاس في المنطقة هذه. إنزين هذا رقم واحد. حلو انتوا الحين حطينا مدرسه، مدرستين يحتاجون مركز مطافي. مركز المطافي ما راح يكون هني، مركز المطافي راح يكون بجوار القطار، بس قبل الجوار القطار هذا شو عندنا؟ هذا يا اصدقائي بس ترين بلاتفورم ستيشن. حلو فمحتاجين ان النيب مترو، بتكون خلي عندنا مترو هناك، وعندنا مترو، عندنا مترو بس يضر ما يضر يا جماعه الخير، لان المطار نفسه فيه مترو، فنحن بنيب مترو المطار لهذا المترو، وبنيب الناس لهذا المترو. بتقولون شو الفائده؟ فائده كبيره، ان الناس تدخل المدينه السياحيه اول، والمترو هذا نفسه يخدم اكثر منطقه. انزين الحين خلينا نشوف لنا مترو. نقدر نحطي هذا، بس هذا حطينا اوريدي ما نحتاجه. انزين يمكن ما نسوي باصات، عفوا يمكن نسوي مونوريل بس افضل. توي اشوف اختيار، يا اخي ليش ما نسوي مونوريل كل المدينه؟ زين بنشوف المترو شو عندنا ديزاينات. الديزاين الستاندر اللي هني ما يصلح صراحه، نبغى مترو دول بلاتفورم مترو ستيشن، نبغى شيء لا باي باس سنكن ما با. يمكن احط اللي فوق، مب مقتنع في الديزاينات وايد. اولد ماركت ستيشن مالتي بلاتفورم اوبريتنج فور ماني ييرز، هذا ممكن بس الشكل قديم جدا، يعني مش انه اشكال قديمة يعني ما اعرف. انزين خلينا نشوف هذا المترو، هذا المترو ممكن، هذا المترو ممكن. اوكي خلينا نسوي لنا باي باس ثاني، شارع صغير، الشارع هذا الداخلي عفوا راح يكون هذا طريقة هذه. حلو بني بالمترو اللي نبغى نحطيه، لازم نودي وراء اكثر، ما بيصلح بالطريقة هاي. بني بالشارع وراء اكثر مرحلتين، ممكن نوصل هني بعد مش غلط ترى،
بس خل نمنع اليوتير من هذا الشارع. انزين الحين المترو هذا اذا ركب هني بيكون ممتاز، يا سلام. انزين الحين عندنا شغلتين مشكلتين. اول شيء المترو اذا انت حطيته بالطريقه جنب الباصات هذه ما تقدر تجيب التراك، صح؟ انزين بما ان انا قلت بسوي مونوريل بيكون عندي مجموعه مشاكل اني اوصل الاشياء في بعض. يعني اول شيء بني للمترو، المترو يا اصدقائي بيكون فوق وليس تحت الشارع. حلو، يعني بني بهذا هني، شوفوا ايوه بنبدا بالعبيط هذا بزعل. انزين خلني بالمترو هذا، الطريقه هذه ممكن شوي نسوي ترتيبات. لحظه زين انا ابا هذا وهذا من طول هذا. قول عصرت اللي كان يمشي، تعرفون الطريقه هذه. طبعا هذا امره بسيط بس نقدر نسوي سلكت حق الريل مالته، قال نقدر نسوي هذا. لازم بالطريقه هذه. اوكي هذا خط المترو اللي في المحطه، بيروح لوين هذا؟ بنطلع الشارع من هني لين شارع، من هني نقدر نطلع. صدقون نقدر نطلع لنا شارع يا اصدقائي الثلاثه هني سلسد. هني لين وين؟ لين هني. هذا في الواقع تبون صدق اللي دوار في نص المنطقة هني، طلع هذا بطريقة هاي، طلع هذا بطريقة هاي، فهذا راح يخدم المنطقة بشكل جميل. انزين الحين بني بالمترو، ما هناك لوين؟ ما هناك لين شو؟ لين هني. خلنا ننزل حبة يسوي نفس القياس. ايوه وعندنا بنيبه very simply بطريقه هذه. وعندنا الحين بنيبه لوين؟ لين هني. ونسويه على شو؟ على طول احاول اضبطه على طول. دور الطريقه هاي بعدين ندور الطريقه هاي بعدين ندور بالطريقه شويه. هذه اللي ما قاعد يضبط هاي لعبات الموف تول. اوكي طريقه يا الله الطريقه هاي، ونحن نجيب هذا بالطريقه هاي. في شغل موف تول وايد، بيكون وايد شغل موف تول. اوكي نجيب الخطار المترو وين؟ الطرف الثاني المترو هناك صح؟ بنيبه الطريقه هاي، نجيبه من هاي بعدين بنلفه الطريقة هاي بعدين يركب هني. انزين الحين شوي شكله معوق، بس هني مشكلة هذه المودات اساسا ان لازم نشتغل عليهم شوي بالطريقة هاي. لازم شوي يكون فوق، لازم جواري ام حتى يمكن كبرها شوي نرفعها عن الارض. زين هذا معناه ما بيركب هني، معناه لان شكله معوق، فلازم نطلع من هني زاوية. اوكي بالطريقة هاي بالطريقة هاي، ايوه استوى افضل بمراحل بالطريقة هاي. انزين ان هذا لازق في الارض وذاك شو مرتفع، عرفتوا؟ الحين كل اللي بنسوي شوي تعديلات قياس بسيطة بس، نبغى هذا وهذا وهذا كنترول اتش من قياس هذا ينزلون شوي منطقي اكثر. الحين بس بنمشي ونلف عن مكان الشارع، لفوا مع الشارع. الله غفور رحيم، هذا هني شوي اخترب. زين هذا مشي هناك لف، سووا شي وعدلوا شو الشارع مال المترو. 1 2 3 1 2 3 شوي لفوه. هني شوي يمكن يستوي خربطان على اساس ان المسافة ولا تفاوت الارتفاع. هذه يبغى لها مايكرو ادجستمنت بعدين، انا ما بسوي الحين مايكرو ادجستمنت، هذا بسيط ما يحتاج احرق وقتكم على تعديل الشارع كله. زين
فبالتالي خلاص استوينا خط 99% ولا 90% حتى مش 99% اقل سيده بشكل رائع الى المترو. زين هذا اول مترو، في مترو ثاني لازم يروح الداون تاون ترى. زين المترو الاول بيروح بالطريقه هذه من هني الى هذا المترو وبيرجع من هني، اوكي. زين الحين الخط الثاني اللي تكلمنا عنه، نطلع مترو من هني بالطريقة هاي، حبة فوق دخيلك لو سمحت، الطريقة هاي، بعدين شو نسوي؟ ندفنه تحت أو ننزل تحت بالأحرى الكلمة الأفضل، نسوي بالطريقة هاي نوصله في المطار، أوكي؟ طبعا هذا لسبب من الأسباب مستوى نفخ، فخلنا نكسره وانتبهوا ما تكسرون المطار نفسه لأن المطار راح نتوهق. زين الحين هذا شو يسوي له؟ شو سلكت هذا الخايس في الموضوع، ويت سوي ستوب للعبة، نحرك المطار السفري، نكسر الخط، رجع المطار بالضبط مكانه. انا على الشارع اللي في الحديقة حاسب انه صبر، شوفوا الشوارع اذا رجعت مكانها بعد 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 ايوه كان بالطريقه المست هذه ورا كلها سيده ويجي شوي. اوكي ترى الشارعين هاي التركيب اللي على اليم عرفتوا. زين الطريقه هاي شو نسوي؟ نسوي بالعكس. اذا توهقتوا يعني انا كنت وهق القصوى يعني، هلا نشوف مترو بالطريقه هذه طالع من تحت الشارع، ها غلط لكن هذا بعدنا ممكن نسوي له ان شاء الله سلكت. خلنا نسوي هدم حق هذا وهدم حق هذا، بني بالمترو بعد شويه. اوه انا انتكروج شغال زين، انتكروج ننزل تحت الارض زين، والحين الطريقه هاي نوصلها. الحين استوت عندنا وصله من تحت الارض، هاي ممكن نتصرف فيها اشياء لا يمكن تصرف فيها، في اشياء ممكن نتصرف فيها. ان هذا صار عندنا خط مترو يسير اتجاهين، معناه نقدر نحط مترو من هنا الحين الى هذا المترو. في مكان مكسور في الخط، موصول وموصل. كان هني مفصول شفتوا. زين اللي هو هذا الخط نمسحه نسوي خط جديد، نقول بسم الله نوصل المطار الحين للمدينة الأساسية. يعني هذا استوى خط مترو حق المطار وخط مترو حق هاي، وهاي وديهم المدينة الأساسية حاليا ما عندنا مشكل. الخط الثاني الحين أنت بتقعد تعطيني هذا الامباتر بالضرب وياك سمحت، نسكرتك أنا متأكد. أوكي الحين تسكر نايس. إنزين الحين خط القطار، خط القطار راح يكون شوي أصعب لأن أوردي نحنا حطينا خط منه مترو هني حلو، فالقطار لازم نطلعه من طرف آخر. خلنا نوصل هذا الشارع الثلاث شوارع نفسه، نبغى خط سيدة، هي الخط سيدة. إنزين الحين بالنسبة للداون تاون هذا، يعني إنك تشتغل على داون تاون ترى موضوع صعب جدا، داون تاون سياحي صعب. خلنا هني نحط البيوت اللي نبغى نحطيها شوي شوي، يعني أساس إن نقعد نبني. كان هاي بيوت 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 بيوت، هاي بيوت بس بخلي ورا شوي خدمات عاليا. زين هذه البيوت اللي نحن نبغى، أسهل شيء تحطون البيوت بس كيف تخلون شكل البيت حلو والله موضوع صعب. هاي سيتي سكايلاين، أنا يمكن في آخر سلسلة بعد أسوي لها بلود إن شاء الله، بخلي فاضي جنب هذا، يمكن أسوي سلسلة وسلسلة هاي تكون، عفوا أحمل مش أسوي سلسلة، أحمل الماب هذا كله حكم. إنزين الحين خط القطار إن شاء الله أكون نزلت المود، هي والله نزلت. أوكي نايس.
أبا القطار خل الحين نسيده لين هني. حلو، القطار المفروض يكون أسهل، قطع أحلى ترى. خلنا نسوي بالطريقة هاي. وقطار إن شاء الله يركب. أنا أبغى نايس. لا إذا أسوي من هني بيركب. طبعا هالقياسات تعلمونهم مع الوقت شوي شوي شوي، تعرفون شو السالفة. هذا ما بيضبط معي 100%، فشو بسوي؟ بسوي تي وبعدين في مو بتول عنا، ما عنا مشكلة. أشوف أحاول أتبع الخط الطريقة هاي، ما براضية مو مشكلة. نايس، هذا ركب. اوكي الحين مش نايس. الحين من هني اقدر اسوي انحناء خارج المدينة بالطريقة هذه، اوصل القطار اسوي انحناء ثاني للقطار. ليش؟ القطار مش جاي من مكان واحد صح؟ الطريقة هذه صار عندي القطار من كذا ناحية متوصل. القطار سكته اسهل تنزيلها. الحين نفس اخر مرة نشوف هني، نتبع الشارع معظمه اوكي، بس في اماكن نفس هني شوي شفر عندنا، شفر ما رضى يستوي سيده يعني. صار الموضوع يعني هذا نعدله شوي، هذا نعدله، هذا نحركه شوي، وتمشون مع الخط. شوفوا هذا مكانه مش عدل، معظم الوقت الشارع راح يتعدل يعني من غير اي ازمة. ما يحتاج يعني انكم وايد تشتغلوا على الموضوع، بس في اوقات اذا تقضون وقت اكثر بعد ممكن تضبطونه افضل من اللي انا ضبطنا الحين بوايد يعني. بس موضوع يباله وقت ومزاج. الحين القطار من الطرف الاخر. انزين خلنا اوقف التايم لحظه. الماكسس بوزد، تاكد انا مسوي لها بوزد، لا تسوي لي الشغله لها اول مره. خلنا نشوف السالفه. انزين الحين يا اصدقائي نباح نيب قطار بالطريقة هذه. والطريقة شو دخيلك اركب؟ ايوة بس مكانه غلط، بس مش مشكلة ترى. موف تول كل شيء، شو موف تول نقدر نحل دام هذا شوي بالطريقة هاي. هذه بعد شوي عن الشارع بالطريقة هاي صار عندنا سكة القطار هني. موصولة 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 موصولة، بس هني شوي لا منطقي لأن القطار شوي السكة تفرق عن المترو، مو بنفس المترو بالضبط، شوي يفرق. فالحين نحن نبني بهذا هني، بس المشكلة نحن هذا اللي ما نبغاه، هذا اني هني عند ملوش نشله. اوكي شفتون ايش سويت صح؟ انزين اني بالطريقه هاي انا اعرف احد بيسن، مو بعرف كيف استعمل المود. شوف القطار لازم نسوي بالطريقه شوي، نعفصه 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 نعفصه. ايوه لين يشبك، ما يبي يشبك وياكم 100% على زاويه. مع ذلك الخط هذا سيده. اول شيء اول هاي اول وصلت قطار عندنا نحن في المدينه، ما بين قطار وقطار اساسا عرفتوا. فبسوي وصلة من هني الى هذا القطار يرجع لين هني، وانا ما بزحمت قطارات هني. هناك زحمة مقبولة الا انترسيتي ترينز بمنع تماما القطارات الخارج المدينة ما يقدرون يجون. شوفوا يعني تخيلوا نحن قضينا 35 دقيقة بس في الصيغة الاولية. انزين الحين هاي اللي بيبون ناس من وين؟ ولا بيودون ناس القطار هني، يبيون ناس القطار عسى يدخلون المدينة او بيون المترو. هذا بيتحصل شوية تعديلات في المستقبل، لان الحين صار عندنا والله يا اصدقائي صراحة. خلنا نشوف مترو طالع دقيقة. ايوه خلنا نشوف مترو طالع. يعني ما شاء الله ما شاء الله 9 اشخاص الحين. هذه واي المترو مغامرة. يا ولد في مترو راد والله، مش غلط صراحة المكان جميل جدا. شوفوا يا سلام
تخيل وهذا يستوي في عماير، يستوي حديقة حيوانات، يستوي أشياء هني عندنا. ممكن أسوي متروات ثانية ما أعرف، بس حاليا ما بحطي مواصلات ثانية. الحين نيوتيرن بيرجع يعيش الناس. انزين، الناس اللي ساكنة هي طبعا مستانسة حاليا، ليش؟ لأن كان جميل صار. انزين، هني بغير شوي البلان. أنا كنت بحطي بس باصات، بس كنت أفكر حاليا أحطي بس مونو ريلز. إذا بحطي بس مونو ريلز أبى أحطي هني عماير تجارية. هني بخلي نفس هذا أكثر الشوارع. والله مفروض أغير كل 4 شوارع، بس ما عليه، حاليا خلى بالطريقة هاي وخلي هذا كل 3 شوارع. زين، وهني بحطي أوفيسز. أبى أشوف شكل المكاتب على اسمه صراحة، على مكان نفس هذا، وجنب المكاتب بحطي فنادق ضخمة. هاي اللي يتحملون إزعاج، هاي اللي ما يتحملون إزعاج. زين، وخاصة بيكون عندهم هني حديقة حيوانات، وبنسوي شيء يوصل ما بين الاثنين هاي على أساس الناس تمشي. الحديقة هاي شو أخبارها؟ الناس تستعملها، المهم انه ما تخسرنا. الحين مشاريع اهم شيء عندي ما تخسرني. اوكي، انزين، الناس بتبدا تبني هني. اذا تبني هني طبعا يدرسون ابتدائيه، بعدين يدرسون ثانويه، بعدين يروحون عند اصدقائنا اللي هم الجامعه. طبعا هل عندنا مشاكل احنا هني؟ هاي زعلاني من شو؟ not an industry area. اوكي، انا شليته من industry area، يبالي اتولاهم. انزين، نحن بالطريقة هاي حطينا مكان أساسي جدا. إنزين، المكان الأساسي هذا ما يصلح بما أن مدينة سياحية تكون الأماكن فاضية، صح ولا لا؟ فنحن عندنا عند المترو تحديدا ملاعب يحطونها عند الجسور وعند هالأمور. أبغى أسوي نفس المبدأ هني، حطي ملعب، ملعبين، ملعب دخيلك، اركب يا أخي. كبيا سيدة، ليش انت بالطريقة هاي؟ ليش مجرمين؟ نحطي ملاعب عند المترو بالطريقة هاي. بس هل ركب غلط صراحة؟ طريقة هذه مجموعة الملاعب اللي راح تركب هني. اوكي، هاي ملاعب حق الناس اللي بتلعب هني. طبعا بيكون في استديوم ثاني رياضي بالمدة من الجامعة قلنا، بس هذا بعدين بيكون. طبعا عندنا كمية ازعاج طيبة، ولكن قبل لا نبدأ باقي المشاريع نحن لازم نسوي مشاريع ثانية. مثلا هني ما يصرح يكون المكان بالطريقة هاي، فمثلا بحتاج حديقة تعبيلي الفراغ هذا. حديقة مثالية، حديقة تعبي هذا الفراغ، وعندي ابا شيء يعبي هذا الفراغ او واحدة من الفراغات الصغيرة. أبا أماكن في هذا، في المبعيد من الفوق الماب يبين أن عندي. أنا آسف، لكن أنتوا هني. أوكي، أنت هني. أوكي، هني ما حد بنا صح؟ هني بيبنون بيوت، بنحطي هني بيوت. أوكي، أن يكون المكان فيه أشياء. شوفوا المكان مش فاضي، المكان فيه أشياء طيبة، الناس تتمشابه. إن شاء الله الحلقة الجاية بنبدأ الملاهي بإذن الله. راح نبدأ الملاهي إن شاء الله، هالمساحة تكون كافية. بحاول أخلي ملاهي مضغوطة زحمة فيها شير. نحن للحين المدينة هاي مشروعها ترى مطول يا جماعة الخير. نشوفكم في فيديو قادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.